البنات غنشارك معكم الغداء اليوم. المهم غادي ندير الدجاج، هذه اللي درت هنا راه زعفران، انت تما صورتها لكم زعفران ديال الشعره. المهم انا غندير جوج خيطات ديال الدجاج لانه غادي نخضر بالبطاطا حلوه والبصله والزبيب. البنات ها العطريه اللي غندير، ها انتم الخرقوم البزار سكنجبير الثومه، هادشي اللي كاين. كنحاول نزرب حيت الفيديو قصير. خديجه البنات انا كنطيب بالزيت البلديه صراحه، كيجي طيب لذيذ، ما كنطيبش بالزيت الرميه. المهم نتوما اللي بغيتو تخلطوا الزيت البلديه مع الرميه، ولا بغيتو ديروا البلديه بوحدها او الرميه بوحدها، تيبقى داك الشيء اختيار. المهم البنات ها انتما كتشوفوا الدجاج غادي يتخلى مزيان، ومن بعد غادي نخضر بالبصله. البصله غنخضر بها كواري، غنحطها بالفوق الدجاج، وعاد غادي ندير بطاطا حلوه وندير الزيتون وندير الحامض وندير الزبيب وندير الحار. المهم حيت الفيديو قصير كنتمنى يعجبكم هذا الطاجين. دابا نوري لكم في الاخير كيفاش جا. يلا البنات الطاجين ديالي اللي شاركت معكم ديال الدجاج ها هو وجد، طاحت المعلقه يا بسم الله. ها انتم البنات شوف المريقه كي معلكه، البطيطه حلوه راكم عارفين حتى تكحل. ها انتم الزيتون البلدي جديد ديال هذا العام، ايوا شوفوا معايا شفتوا مزيودات. شوفوا انا تندير الزيتون والزبيب الحامض مصير، ما كيفاش قضيه ما نعرف. المهم هذا الطاجين سوس سواسه، هما اللي تيخلطوا الحلو مع المالح، وبصراحه كيجي الطاجين واعر. طاجينهم ديال الدجاج البلدي بالزيتون والزبيب والحامض لا يعلى عليه، والبصله بزايد. حتى انا راه دايره البصله، ها انتم راني دايره البصله لداخل وديرها من برا، ما ديراش مطيشه البنات، ما ديراش مطيشه. واش نقول لكم راه هاد الطاجين صايبته البارح وكلاوه حماقوا عليه وطلبوا مني نعاود نصايبو لهم اليوم. يلا الحاد قالت اللي بغات تصايبها الطويجن راه ساهل المهله، باينه الطريقه. هي الفكره ديال الزبيب مع الزيتون ممكن تكون شي ناس ما جديده عليهم، ولكن راها قديمه. يلا بصحتكم تانتم رغداتكم، نسد على الطويجين. نعم 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 يلا كلوا الطاجين. Stibidob dob dob. Yes, 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 yes. Stibidip, stibidob.